ابو علي يقفوا في القفص هسه انا مكفن عندي داوتين ايه يلا مشاين في جديد لا انا اتحملك انا اتحمل خليني اروح لك الفد منطقه واجيب لك الصوره ما حصل في السودان. انا يمكن الوحيد من العراقيين تحدث عنه قبل يومين بشكل واضح, وقبل اشهر تحدث انه سوف يحصل هذا في السودان. الصراع في السودان ايضا امريكا هي خلف الان عن طريق ادواتها, استخدمت السعوديه والامارات بكل صراحه راح اتحدث وياك. وهذا نفس الشيء ممكن كان يعني يحصل في العراق لو رايح الصدر بهذا الاتجاه والامريكان مقابلين. شوف شلون دا اقرب لك الصوره, ايضا كان استخدمت السعوديه والامارات, لان تعرف جماعه الاطار كانوا يشتكون من الامارات والان صاروا صحبه, بالذات قيس الخزعلي اللي اتهم الامارات وقال زورت الانتخابات. تذكر جنابك, خلي حتى يصلخوك بدعوة جديدة طبعا بالمناسبة, خل هاي الدعوة مالتهم إن شاء الله كلها راح ترتد عليهم أبو علي. ما يقفوا في القفص حسانة مكفن عدي داوتين ايه يلا مشاين فيها جديد لا أنا أتحملك أنا أتحمل توكل بالله ولا يهمنا من يجوا من يوقفون بالقفص إن شاء الله. هذه دعاويهم كلها لأنه هم ليش قلت لك المنهج ما غيروه, مطاردة الإعلاميين, مطاردة الصحافة, هذه مسؤولية السوداني هو رئيس سلطة التنفيذ أن يوقف هاي المهزلة ويتحدث مع رئيس مجلس القضاء بأنه لا يجوز أكو حرية رأي, لكن الإساءة إحنا ما نقبلها. السباب إحنا لا نسب ولا نغلط ولا إحنا نقيم. ولذلك أقول نعم. الإمارات كانت متهمة بتزوير الانتخابات تذكر جنابك, وقيس الخزعلي بالتحديد كان يتهمهم. الآن العلاقة صارت كلش طيبة ويا قيس الخزعلي بين الإمارات وكذا والاستثمارات ماشية وإلى آخره, وحتى مكاتب ممكن راح تنفتح قريبا في دبي. وهذا المشهد يعني لو أنه الأمريكان خلنا نفترض انصاعوا أو لم يستطيعوا أن يوقفوا عجلة الصدر في الذهاب بتشكيل هذه الحكومة, كان استخدموا أيضا أدواتهم كما ذكرت.